تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي أقامت جامعة الخليج العربي وبحضور سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة حفل تخريج طلبتها من كليتي الطب والدراسات العليا للعام الجامعي 2022-2023. وفي بداية الحفل ألقى وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي كلمة أكد فيها اعتزاز مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم وبدعم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء باحتضان جامعة الخليج العربي باعتبارها مؤسسة أكاديمية عريقة وصرحا علميا وبحثيا شامخا ووحيدة من الثمار المباركة لقيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيدا بدعم أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي للجامعة من منطلق إيمانهم الراسخ بأهمية هذا الصرح التعليمي الذي يجسد العلاقات الأخوية الخليجية في رفض جهود التنمية ودعم القطاع الصحي في الدول الأعضاء. ونوه الوزير بالمكرمة الملكية التي تفضل بها المغفور له بإذن الله تعالى الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراه لإنشاء مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الطبية بجامعة الخليج العربي، والتي تعززت أيضا بالمكرمة السخية التي تفضل بها جلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بتخصيص أرض هبة من جلالته لإنشاء هذه المدينة. وأكد الوزير اعتزاز وزارة التربية والتعليم بتعاونها البناء مع جامعة الخليج العربي في تنفيذ الكثير من المبادرات والبرامج، ومن ضمنها إطلاق الدراسة العلمية التي ستطبق في المدارس الحكومية. ثم ألقى الدكتور عبد الرحمن يوسف إسماعيل القائم بأعمال رئيس جامعة الخليج العربي كلمة هنأ فيها الخريجين وذويهم الذين بذلوا وضحوا بالكثير متمنيا لهم مستقبلا حافلا بالتوفيق والنجاح، معبرا عن شكره الجزيل للجهات الحكومية المتعاونة بمملكة البحرين التي دعمت وساندت الجامعة في مسيرتها. وفي ختام الحفل قام سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة بتسليم الشهادات لخريجي كلية الدراسات العليا والدراسات العليا الطبية وكلية الطب والعلوم الطبية وعددهم 296 طالبا وطالبة. طبعا هذه الكوكبة التي تم تخريجها اليوم سواء في الدراسات العليا أو في العلوم الطبية والعلوم الطبية المساندة سوف تسهم بحول الله تعالى في تنمية القطاع التعليم والقطاع الطبي في جميع دول مجلس التعاون الخليجي. وفي الواقع ما نفخر به هو أن هذه الجامعة تجسد التعاون الخليجي في أفضل صورة، واليوم وزارة التربية والتعليم تسعد بشراكتها مع جامعة الخليج العربي من خلال مختلف المشاريع والبرامج التي نفذت بين مختلف المؤسسات التعليمية في مملكة البحرين وبين جامعة الخليج العربي، وإن شاء الله نتمنى التوفيق لجميع منتسبي الجامعة وخريجيها. يعني اليوم ما شاء الله احتفلنا بتخريج كوكبة متميزة من دول مجلس التعاون الخليجي ومن أشقاء العرب، وأيضا بدورنا نرفع أسماء آيات التبريكات إلى قادة دول مجلس التعاون أصحاب السمو والجلالة، نبعث لهم هذه هي التبريكات بمناسبة هذا التخرج. الحمد لله اليوم احنا متخرجين بدرجة امتياز من البرنامج، ونخدم وطننا ونخدم الخليج العربي كامل بالمخرجات الرائعة للإنوفيشن، ونوطن التقنية في بلداننا بإذن الله. أنا فخورة اليوم أني حصلت على إنجاز يمكن كان حلم وتحقق، فالمرحلة اللي وصلناها اليوم دافع لكل امرأة بحرينية أنها تكمل دراسات عليا وأن تكون جزء من البحث العلمي في مملكة البحرين.